بيت تعي لهون. قلنا لك هيك اجتنا الاوامر يعني. هيك اجتنا الاوامر خلص اجتنا الاوامر. هيك اجتنا الاوامر. دخيلك يا سيدي تساعدني دخيلك. شو صاير معك يا اختي؟ اجوا جماعة من الحكم دارية وسحبوا اخواتي. معناتها انت بدها وحده. ايه يا سيدي مشان الله تساعدني. والله يا اختي ما راح اقدر ساعدك لانه الشكوى ما اجت لعندي، راحت على الحكم داري. ومين يلي مشتكي يا سيدي؟ مين؟ عمك ابو سعدو. عمي؟ بعدين مهما حاولتي تعملي ما راح تقدري تعملي شيء، لانه عمك هو اللي وصي على البلاد. طيب يا سيدي شلون بدها تصير الوصايه بايدي؟ اتفقي انت وعمك، بركي بينقل الوصايه اليك. طيب ولبين ما يصير هالشيء انا شلون بدي اشوف اخواتي واطمن عليهم؟ طمني اختي طمني، انا رح ساعدك تشوفي. كتر خيرك يا سيدي. الله معك يا اختي. ما رح اعاتبك على الشيء اللي عملته فيني وباخواتي لان بعرف ما رح ياثر عليك، بس بدي اذكرك يا عمي انه ابي وصاك فينا قبل ما يموت. لأنه أبوكي وصاني فيكن قبل ما يموت الله يرحمه، عملت الشيء اللي عملته وانت لازم أول وحدة تشكريني لأني خلصتك من هم أخواتي. ومين قالك أني أنا متضايقة من أخواتي؟ مين؟ بدون ما حدا يلي. أنا بعرف أنه تحملتي فوق طاقتك لحتى تربي أخواتك، بس للأسف ما شبعتيهم الخبز. مو مزبوط هذا الحكي، أنا مهتمة بأخواتي كتير وشو ما بيعتازوا وشو ما بيطلبوا بجبلون. بس الأحسن تقول يا عمي إنك أنت ساويت يلي ساويته لأن أهل الحارة بخشوا بدنك لما مرض أخي، ما شافوني وأنا عم أتدين حق الأكل والدواء وكل البيت وأنت قاعد ولا كأنه منيربك بشي. سدي حدك وليه؟ أنا ما طلبت منك مصاري ولا طلبت تساعدني بتربايتهم، لك ليش لحتى تروح تشتكي علي وتخليهم يشلحوني ياهم؟ ليش؟ هذا الشيء عملته لمصلحتهم. لمصلحتهم يعيشوا من دون أختهم وهنن بالأصل عايشين من دون أم وأم. هلا قلي لي شو بدك؟ بدي تنقل الوصايه لإلي. فشرتي، ما بسمح لحدا يكون وصي عليهم غيري انا. بس بتسمح ياخذوهم يلحشوهم بإرنا ما بنعرف مين فيها؟ لك على الاقل مطمئن انه هن دفيانين وشبعانين. لك انا ما بدي اسمعك عم تحكي بالسيره بنوب، خلاص. يعني ما رح تنقل الوصايه لإلي؟ لا ما رح انقلا. يلا ندعي. مغضوبه، يلا مغضوبه من امك، يلا يلا. ما بعلي الا مغاضيب. وهاد كل شي صار اليوم يا خانو. والله يا بنتي مشكلتك كتير كبيرة يعني ومو سهل أبداً تنحل. ياما بس نحنا لازم نساعدها ونحلها. وشو بيطلع بإيدنا نحنا يامو؟ إذا عمك ذات نفسه ما عم يعطيها الوصاية؟ مظبوط، بس لازم نحلل الموضوع. والله أنا شايفة إنه عمه معه حق، لأنه يعني قد ما كانت اعتدال الأم وقادرة وبتصرف عليهم وبتدللهم، بس صعب ابني، صعب إنها تكون بنفس الوقت أم وأب. بس أنا ما عم أقصر معهم منوب يا خانو. لو كان هيك حبيبتي ما كانوا أخذوهم منك لما أجوا لعندك على البيت لحتى يشوفوا كيف عايشين معك. إذا ما بدك تساعديني لا تساعديني، بس لا تهينيني وتقللي من تعبي معهم كل هالسنين. من لما كان عمري 10 سنين وأنا عم أشتغل ببيوت الناس مشان أصرف على أخواتي وربيهم، كنت لإلهم أم وأب وأخت لحتى يجوا هلا ويشلحوني ياهم. عيني حاجة تسقي وتنقي وكأنك أمهم يعني، واللي عملتيه ما حدا عمله بالدنيا. حاجة بقى يا مولاي كسرت بخاطرة ليش؟ عزو طوشتني خلاص، تعبتوني خلاص. اعتدال اعتدال. اعتدال اعتدال مشان الله تتركني يا عزة، مو ناقصني. والله ما بتركك لو بدي موت، انت بس وثقي فيني وانا رح حلك القصه كلياتها. اسمعيني روحي على البيت وانا بلحقك ماشي؟ وثقي فيني هالمره بخاطرك.
عم سعدو بدي أعرض عليك عرضه، إذا وافقت بعطيك هلا 20 ذهبي وعلى الحارك. 20 ذهبي؟ إيه. وعلى الحارك؟ إيه. شو هو العرض؟ العرض إنك تتنازل عن رعاية أولاد أخوك لا اعتدال. شو قلت؟ موافق. امشي معي الكركم. امشي. شريف. حضرة اليوز باشي بدي انقر وصاية اولاد اخي لاختهم اعتدال. ايه بصير عمي بصير، وفيكم من بكره تبدوا بالمعاملة إذا حبيتوا. وإمتى فيني آخذ إخواتي يا سيدي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ما فيكم تاخذوهم هلا. ليش ما فيها إذا الوصاية صارت معها؟ يا أخي لازم تكون متجوزة وعندها دخل مشان تقدر تصرف على الأولاد، هيك القوانين. معه حق. طالما معنا حق فيكم تمشوا عمي. تفضل. تفضلي. يعطيكم العافية. أهلا. تأمرني شيء؟ لا سلامتك. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. على جستي ما بخليك تتجوز اعتدال. لك ليش يا مو؟ ليش؟ لأنها خدامة ومو مستوانا منوب. يا مو بس أنا بحبك برص يا أمي. سكر على السيرة ولا تخليني فك جناني عليك. عزو بوس إيدك يا مو، بوس إيدك وفي عليها، لأنه ما بدي أتجوزها بدون رضاك. قسما بالله العلي العظيم إذا بتتجوز هالصانعة إني لأتبرى منك ليوم الدين. يا مو وأحرمك من الورطة وزدتك بالشارع. كنت عارفانة ومتأكدة إنه أمك ما رح تقبل تجوزنا. كنت عارفانة إني رح وفاء؟ أكيد، لأنه هي أمك وما رح تزعلها مشاني، لأن في 100 وحدة بتتمنى تتجوزك. لك دلال، أنا ما بدي غيرك وما حبيت غيرك، عم تفهمي؟ حب لحاله ما بكفي وخص نص أمك. مزبوط، بس أنت ما بتعرفي إنه أمي حلفة يمين إذا بتجوزك. أنا ما بدي تبرر، ما في لزوم تبرر. أنا ما عم برر، انت ما بتعرفي انه انا جاي لهون ما معي ولا قرش وما عندي اهل كمان. اعتدال تتجوزيني؟ انت مالك مضطر تزعل امك وتخسر كل شيء لتساعدني. مضطر لاني بحبك. وانا بحبك كثير، بس انا ما بدي تزعل امك. انت ما تاكلي هم امي طيبه كثير وانا بعرف مراتيها. انت جاهزي حالك هلا رح اجيب الشيخ مشان نكتب كتابنا. ماشي. رجع من مطرح ما جيت، يلا انقلع. يا مو ماني رايح لتشوفي هدول الاولاد شو بدهم منك. مين هدول؟ نحن جايين نتشكرك لانك رجعتينا على بيتنا من اول ما اخذونا لا اكلنا ولا شربنا. يا مو انا جبت لك هدول الاولاد مشان تعرفي قديش هن كانوا محتاجين مساعدتنا. بس انت مو مشانهم كتبت كتابك على اختهم. مزبوط يا مو، انا بحب اختهم، بس قسما بالله ما كان بدي اتجوزها لو ما كرمال الاولاد، وكتبت كتابي عليها بسرعه. وما سالت عني ولا عن حلفاني؟ شلون يا مو ما سالت عنك؟ لو ما سالت عنك كنت سويت عرس سمعوا فيه كل الحارات. بس انا ما فيني اتجوز، لا توافقي انت. لك والله ما عم تنبلع معي، ما عم تنبلع معي انك تتجوز خدامتي، ما عم تزبط. يا مو اعتدال اشتغلت خدامه كرمال اخواتها. حتى ولو هاي البنت. والله العظيم يا مو لو ماني متجوزها ما بتجوز غيرها وما بتشوفي ولادي ابدا. يا مو كرمال الله وافي وخلي فرحتي تكمل، كرمال الله. امري لله. اعتدال تعالي. شلونك مرت عمي؟ الله يرضى عليكي يا مو. طالما هيك القلوب تصافت، شو رايك نساوي العرس الخميس الجاي؟ والله
الحلفان لك امي. خلص يا امو انا بدفعه. فوتي هلا فوتي يلا. فوتي 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 يا اولاد.